ماذا بينا نخرجوا افيك نوت بوزيتيف. اليوم كي نحكيو بنعتقد انه ما فماش ارغيومون لا لحركه النهضه، خصوصا نحكي مع حركه النهضه، المؤتمر بالنسبه لي انا مازال يحكي على ثوريه وعلى كذا، ما ريناها الثوريه كان في التصريحات، اما البرنامج الكل اللي صار في الانتخابات ما عمل منه حتى شيء، ومع حركه النهضه حتى هو هذه كلمه حتى قانون الاقصاء في المؤتمر الجمهوري حتى قانون الاقصاء هو في ذلك الوقت لا سامحني احنا في البرنامج لما قلنا باش نشغلوا قلنا باش نعملوا دستور وباش نحبوا حتى قانون الاقصاء خليه خليه يسكتوا انتم قبلتوا معاه من فضلك ما نسمحلكش انت شوف التحالف الديمقراطي بتاعك من الماركاتو اللي عاملينه في المسخ هذه من البي دي بي للجمهوري للواحد ماركاتو انتوما ماركاتو جماعه ماركاتو ما تكلمش على المؤتمر الجمهوريه من فضلك من فضلك اسمع ما نحبش نحكي عليه المؤتمر الجمهوريه ما عندكش حق تكلم عليه ما عندكش قدره باش تكلم عليه ولان كيف الله يبارك فيك الله يبارك فيك والله يبارك فيك مش لازم تحكي على المؤتمر ينعم المؤتمر ثوري وهو ضمير الثوره وسيكون كذلك مش شعارات واقع فعلي مارسناه من 2001 وقت اللي انتوما جماعه القدس كنتوا تحبوا تلقاو الدستور تعمل عليه اذا 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 كلامي غش بالشيء هذا لا تقول حسيت وانت مثالش هذا على لا لان اذا كلامي يقلقك بالنسبه لي لانه افتراء وبهتان وشحنت وريتعيط لانه افتراء وبهتان حاس به على حسب تحكي تقول شو المؤتمر المؤتمر نعم ثوري انا ماش اصلاح او قالوا لك صار حاجه بس نعطيكم زيتو قاعدين نعم ريت المؤتمر ثوري اي ثوري في الشعارات لا مش الشعارات في وجوده في الحكومه شكرا لك سيدي ما عنده ما عنده كلمه انتهازيه ما عنده انتهازيه خلينا نوصل كلمتي الاخيره سي عبد الله خلينا نوصل كلمتي الاخيره اون تيرمينا فيك نوت بوزيتيف تقريبا نوت بوزيتيف نحكي على حركه النهضه خاطر هي حركه النهضه هي اللي تحكم في حكايه الفرق الاخرين اسمعني نحكي معاك انتم قادرين اليوم عندكم مسؤوليه وطنيه في البلاد هذه عموما متفاهمين على ثلاثه نقاط المجلس يكمل الحكومه تستقيل حكومه الكفاءات هي راهي ضامن احنا كل حتى حركه النهضه المرحله القادمه مرحله صعبه ونحتاج كلنا متفقين حول الحكومه هذه تقولوا نكملوا في ثلاثه اسابيع قادرين نكملوا الدستور في ثلاثه اسابيع تستقيل الحكومه وكل شيء يتم مع بعض اللي نقدر انه حركه النهضه حاجتها بضمانات نقدر حركه النهضه قامت تنزل ولايات اليوم لابد من نكملوا هذا كله ونسكروه واليوم التوانسه يقابلنا في شيء يقولوا قداش تتفاهموا قداش تقدموا لازم نعطيهم هالشيء هذا شكرا بيت. شكرا سيد مهدي بن غربي القياده في التحالف الديمقراطي بارك الله فيكم الكل على حضوركم الشكر الموصول لفوزي عزيز في الاعداد والاسعد القبي في الاخراج وتابعونا بعد قليل برنامج السويعة سبور السؤال يبقى مطروح قبل الازمه واثناء الازمه وبعد ما قلنا انه الازمه باش تحل